سمحتك. بس هما القانون 25 والامر 17-18 لسنه 2003 اللي ينص على المواد اللفه، مواد اللفه، المواد الغذائيه ذات الاتصال بالمواد الغذائيه. حجز 17 طن من المواد الغذائية خلال 4 أيام الأولى، وكذلك تحرير 11 محضر عدلي ضد المخالفين، وغلق 7 محلات معناها مخلة بشروط السلامة. تدخل مواقع الخزن تنعدم فيها معناها أبسط شروط حفظ الصحة. هو بالنسبة للهيئة اللي هي عندها الصفة الحصرية للمراقبة الرسمية للسلامة الصحية، وهذه جاتها الصفة هذه بالقانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وغذية الحيوانات. يعني توا الهيئة هي الهيكل الوحيد اللي عنده حسن التصرف أو التصرف المخاطر ذات العلاقة بالمواد الغذائية. احنا في شهر رمضان هو معناه عنده نكهة خاصة عند التونسي، وبالتالي احنا خلال الاعداد متاع البرنامج السنوي ناخذ بعين الاعتبار هالمناسبات هذه، من هالمولد النبوي الشريف، رمضان، الى غير ذلك. وكل مناسبة كل فترة عندها خصوصية، الخصوصية متاع رمضان احنا نحضروا لها، وبالتالي لانه التونسي عادة احنا في رمضان تكثر الشهاوي والاستهلاك الى غير ذلك وتعدد المواد، احنا نحضروا لها من قبل، ما قبل رمضان وخلال رمضان. معناه ما قبل رمضان هو البرنامج الرقابي اللي نقوم به يستهدف بالأساس أماكن الأعداد والتخزين وبيع بالجملة، يعني نستهدف هك المواد ما زالت ما توزعتش باش نأمنوا أكثر ما يمكن سلامتها. وقت اللي تأمنها أنت أكثر ما يمكن على مستوى المصدر، طبيعي على مستوى التوزيع باش تكون عندك نسبة كبيرة من احترامها للمواصفات. ولكن الفترة هذه معناها عملنا فيها عديد الأشغال، منها أكثر من 6000 عملية رقابية رسمية ما قبل رمضان، ومكنتنا من حجز 79 طن من المواد الغذائية، مواد مختلفة. خرجنا في حملة مراقبة للمحلات ذات الاستهلاك الواسع المتمثلة في اللي تصير عليها تكثيف أكثر في شهر رمضان، اللي هي متمثلة في محلات بيع الدواجن، محلات بيع اللحوم الحمراء، محلات بيع الحليب مشتقاته، الأجبان، الخضر، العصائر. دونك هذم هما اللي خرجنا نعملوا عليهم في مراقبة. فما بعض الإخلالات المتمثلة سورتو في الجزارة اللي هي مش محترمة سلسلة التبريد، اللي معروفة عند بعض الجزارة أنهم يعرضوا اللحم خارج آلة التبريد وخارج العارضة المبردة. فما كل التقاطع العرضي أنه هو يحط لك الأحشاء أو الرؤوس كاللحم الممسخ معناها متاع الحشاية مع اللحم اللي مش يطبخوا للمواطن. دونك التنظيف وصيانة زادة البيوت التبريد والعارضات المبردة، اللوحة اللي يقص عليها الوضم احنا نقص عليها دونك نفس الشيء، ولو يستعملوا في البلاستيك هذيك العريضة هذيك تلقاها تشقق وتشد لي فيسيور هذوك مشدوا لسخ وما ينظفوهاش. دونك هذا معظم المخالفات يكومبري بيان سور التحاليل نتاع كل خدام، خاطر نجم يكون بورتور سان دي جيرم هو مش فايق بروحه، دونك لازم يقوم بالتحاليل الطبيه نتاعو والمتمثله في تحليل نتاع البراز اللي هو كوبرو باغازيتولوجي دي سيل وتزوير على الزر باش نتاكدوا منه اللي هو غير حامل الجراثيم. تحط ديريكت على لينوكس، خاطر لينوكس ينضاف ويتعقى وتحط فوق منه والتمبيراتور تقعد كونستانت يشد البروده، فهمت؟ اما انت كي حاط على البلاستيك هذاك تمس بالليت قعد لبرا، دونك ينجم يكون فيه بعض الجراثيم وانت ماكش فايق به. دونك جو بريفير دونك يكون كل شيء نظيف منظف، تصير عمليه التنظيف والتطهير وديريكت تحط لك البرودوي نتاعك تحط ديريكت على لينوكس. واضحه؟ هذا يقعد علاش تعرف علاش؟ اجي نقول لك حاجه، في الصيف ولا في الشتاء باش تقعد التمبيراتور كونستانت. بالنسبه للاخلالات هي تمثل اساسا في نقولوا التعفن السريع للخضر هذه، خاصه كيف ما يتمش احترام ظروف العرض، خاصه بالنسبه ناخذ على غرار تو ماده البطاطا
مادة البطاطا عندها خصائص باستعراض للبيع، تكون صلبة، ما تكونش فيها نقولوا عوارض نتاع الفطريات وال المنظر الخضورية، المنظر الأخضر هذاك علامة على التلوث بمادة السولانين اللي هي مش باهية لصحة الإنسان. بداية من رمضان البرنامج هذا يولي يتوسع ويشمل كل المحلات اللي تتعاطى المواد الغذائية، توزيع، بيع، صنع إلى غير ذلك، وللغرض تم تجنيد أكثر من 90 فريق موزع على كامل تراب الجمهورية. يعني احنا فما الهيئة المركزية، فما فيها فرق متنقلة، وفما الفرق الجهوية اللي هي تتبع الإدارات الجهوية وعددها 24 بمعدل إدارة جهوية لكل بكل ولاية. إلى حد الآن معنا خلال الأربع أيام اللي تعداوا من شهر رمضان الفضيل تم القيام بأكثر من 2200 زيارة رسمية، تم من خلالها الوقوف على عديد الإخلالات الصحية، معناها حوالي 268 إخلال بالممارسات الجيدة للسلامة الصحية للأغذية. القانون 25 والأمر 17-18 لسنة 2003 اللي ينص على المواد المواد اللف المواد الغذائيه ذات الاتصال بالمواد الغذائيه، دونك لازمها تكون متحصله على شهاده صحيه، واذا كان مش متحصل على شهاده صحيه في الغرض راهو هذاك يكون مخالف. واضح؟ دونك تشوفوا هذوما ساعات يستعملوا حتى في النصله نتاع الدهن. اي كومبري اي هذا زاد ريتو اللي فيهم الخزم بصفه عامه، معناها ما تستجيبش ابسط من المتحصل الصحي. كما شفتوا انتم الواجهه العارضه والبريزونتوار والمحل، معناها كيفاش مزين ومريقل وكل شيء. تجي تدخل مواقع الخزن تنعدم فيها معناها ابسط شروط حفظ الصحه، كيما تشوف شوف المستبات هنية مسخه، اثار الرطوبه في المحل في السقف. بالنسبه للاخلالات هي تمثل اساسا في نقولوا التعفن السريع للخضر هذه. تفرجوا هنايا الثلاجات آلة التبريد كيفاش متسخه، تنعدم فيها ابسط شروط حفظ الصحه. كما تشوفوا لهنا برشا اغراض غير صالحه للاستعمال، معناها وكر للقوارض وللحشرات واللي يمثل خطر على سلامه المستهلك، وباش نتخذوا فيهم معناها اجراءات جزائيه. تم من خلالها حجز 17 طن من المواد الغذائيه خلال 4 ايام الاولى، وكذلك تحرير 11 محضر عدلي ضد المخالفين، وغلق 7 محلات معناها مخله بشروط السلامه، منها مخابز، منها كل محلات صنع الزلابية، وكذلك محلات تتعاطى لحوم الدواجن والحليب ومشتقاتها إلى غير ذلك. وبالتوازي مع هذا احنا الهيئة فما المراقبة بالعين المجردة، فما تقييم شروط السلامة، ولكن أيضا إذا كان يتم الشك في مادة غذائية يتم حجزها وقتيا وتحليلها. إلى حد الآن حللنا 139 تحليل، قمنا ب 139 تحليل، وهذه مكنتنا من تقييم الجودة وتقييم مدى مطابقة المواد الغذائية المعروضة. في العموم العملية تتم على أحسن ما يرام، باعتبار أنه البرنامج اللي تم معناه إعداده يتم تنفيذه بحذافيره، ووضعنا على ذمة المستهلك رقم أخضر اللي هو 80-106-977. هذا باش يكون فما تفاعل، معناه تفاعل حيني بين الهيئة بين المراقبين بين المستهلك، والعملية متواصلة وبشكل تصاعدي، وإن شاء الله الهدف هو تسجيل أقل ما يمكن تسممات غذائية تتعلق باستهلاك مواد غذائية معروضة غير صالحة للاستهلاك، وهذا هو الهدف. أهم النصائح اللي هي السلامة الصحية للأغذية مسؤولية جماعية. الإدارة المراقبة عندها دور تقوم باش تأمن السلعة وتوصل في أحسن صورة. بالنسبة للمستهلك يلزمو يعرف منين يشري البضاعة متاعه، من محلات وأماكن تخضع للمراقبة الصحية، ماهيش أماكن عشوائية. ما نشريش أنا مثلا الزلابية والمخارق اللي تتباع على قارعة الطريق، ما نشريش الخضر والغلال اللي معناتها
المظهر نتاعها ماهوش ملائم. تواريخ الصنع والصلاحيه نتاكد منهم ونعرف نقراه، معناتها التاشير يلزمني نكون نعرف نقراه. بالنسبه للمواد السريعه التعفن على غرار مثلا الاسماك، يلزمني ما نشريش الاسماك اللي ماهيش مغطيه بالثلج، ما نشريش مثلا الحليب ومشتقاته اللي ماهيش معروضه في سلسله التبريد صالحه. ويلزمني بار اكزومبل زاد على غرار التوابل، مثلا التوابل، التوابل هذيك نشري كان الحاجه اللي معروف مصدرها وتم تحضيرها في احسن ظروف.